اتفضل. دلوقتي عند الوالد تعبان. تمام؟ تعبان ولا تعبان؟ لا يعني مريض. مريض، الوالد مريض. مريض. واحنا في الوقت الحالي احنا اللي بنصرف ونتكلف بالعمليه من اخواتي الاولاد وكده، مع ان هو قادر انه ايه يدفع ثمن العمليه كل شيء يعني، بس عشان ما يزعلش ولا كده. يعني انتم تدفعون له ثمن العمليات من اموالكم مع انه عنده مال. عنده مال ويديله فلوس كل شهر وكده يعني. ايوه، وبعدين؟ هو مدبج يعني، احنا بنديله كل شهر مبلغ من المال وكده بحيث يستنبل على المشي، لكن بيفيد يعني. ها؟ بنديله مبلغ كل شهر وبيفيد. طيب والسؤال ايه طيب؟ السؤال المال ده من حدنا ولا من حد ورثه؟ اي ما يعني الان انتم تنفقون. هو الحين مدبج مال من ورانا. ابوك محوش يعني متدخل مال من وراكم؟ احنا يعني بنديله وضعين. يعني انتوا بتعطوه مال وهو يخزن، هو بعدين؟ يخزن. ايوه السؤال. من حق البنات والولاد ولا من حق الولاد اللي هم بيدفعوا بس؟ لا من حق الجميع، هو ما هلك الشيبه ولا ايه؟ ايه؟ هلك، هلك الرجل يعني، هلك مات يعني ولا بعد؟ هو جاي، هو ما بيسوي يعني، هو جاي ما بيشتغلش ولا هو المال اللي احنا بنعطوه وهو بياخد ويتدخل. وهو المال ده احنا كل واحد معزول. يعني انت هل يعني انت تريد تسرقه منه يعني وتوزع على اللي دفعوه ولا؟ انا بتكلم مع اخواتي اللي متحيرين في الامر يعني، زعلانين وكده، بيقولوا المال بس مش عايزين نساعده يعني، بيقول فيما بعد. لا لا فيما بعد لا، للورثه جميعا. ورثه جميعا. اي 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 سلام عليكم.